اور جاجز کم جزائرینا تھینک یو ویٹ پلیز ویٹ ویٹ دا ججز اوکے ناؤ وی کین ہیو فرسٹ کوالیفائر سٹالین
والآن تتوجه جميع الأفحل إلى الميدان استعداداً لآخر بطولات، ثاني أيام بطولة قطر المحلية الثامنة لخيل الجزيرة العربية الأصيلة، والتي هي ختام موسم بطولات الجمال في دولة قطر الحبيبة. بالتوفيق للجميع. آخر البطولات، وهذا الحماس والتشجيع الكبير لمتابعين محبين هذه الأفحل العربية الأصيلة. آخر بطولات، بطولة قطر المحلية الثامنة لخيل الجزيرة العربية الأصيلة. للملاك والأهالي، عشنا معكم 5 أيام بين بطولة قطر المحلية 11 لجمال الخيل، وهذه البطولة بطولة قطر المحلية 8 لخيل الجزيرة، واستمتعنا بهذا التنظيم الرائع وأيضا المستوى المميز للمربي القطري المحافظ والعاشق للخيل العربية الأصيلة. كنا معكم على مدى 5 أيام في هذه البطولة الجميلة. كل التحية والتقدير للجنة المنظمة العليا لهذه البطولة الرائعة. بالفعل عبد الله، مع ختام هذه البطولة وآخر الفئات في آخر أيام بطولة قطر المحلية 8 لخيل الجزيرة العربية الأصيلة،
إننا نقترب من ختام موسم البطولات الجمال، وهذا الموسم الذي أمتعنا بمجموعة من الخيل الجميلة والرائعة، والتي لا يسعنا في ختام هذه البطولة إلا أن نشكر كل من سعى لإنجاحها من منظمين وحكام ولجنة الانضباط ومسؤول الميدان. Thank you, handlers. Thank you, judges. Thank you, ringmaster. This program is offered by. آخر البطولات وننتظر آخر النتائج لنعلن آخر الفائزين في آخر أيام بطولة قطر المحلية الثامنة لخيل الجزيرة العربية الأصيلة. كونوا معنا وانتظروا. Thank you.
This program is offered by على جهودكم الجبار لجنة انضباط وأيضا أستاذ منصور أستاذ فادي أستاذ رام لكم منا جميعا كل التحية والتقدير في آخر البطولات ننتظر آخر ثلاث نتائج للذهب والفضة والبرونز. نتائج آخر البطولات لهذا اليوم وهو اليوم الثاني والأخير من بطولة قطر المحلية الثامنة لخيل الجزيرة العربية الأصيلة أصبحت جائزة والفحل الفائز بالميدالية البرونزية هو الفحل رقم 178 أصايل رشيق ألف ألف مبروك لمربط الريح
Bronze medalist goes to stallion number 178, Asai Rashik, owned by Arrih Stud. Congratulations. إذا نتعرف الآن إلى صاحب الميدالية الفضية سيلفر ميدالست جولد هورس نمبر 158 رقم 158 عباس الريان. ألف مبروك الميدالية الفضية وألف مبروك لمربط سمسمة للخيل العربية الأصيلة. والآن مع الميدالية الذهبية والفحل الذهبي. Gold medalist goes to horse number 174 واسط الشقاب. ألف ألف مبروك للفحل واسط الشقاب ملك السيد محمد الشهري وذلك لفوزه بالميدالية الذهبية في هذه البطولة ليتوج بها حالا من الدكتور فهد الهاجري نائب مدير البطولة يرجى منه التكرم بتتويج الفائزين. إذن ألف مبروك لأصحاب الميداليات الثلاثة الذهب الفضة والبرونز واسط الشقب استطاع أن يحرز الميدالية الذهبية وهو من أب العديد الشقب ومن الأم رهام الشقب والمربي مربط الشقب والمالك نبارك للمالك الأستاذ محمد الشهري. ألف مبروك للأستاذ محمد الشهري الميدالية الذهبية. أيضا نبارك لمربط سميسمة فوزها بالميدالية الفضية ومع الفحل عفاس الريان من الأب عز الدانات والأم سليمة الريان. ألف ألف مبروك. وأصايل رشيق هذا الجواد الذي أحرز الميدالية البرونزية وهو من الأب فرسيرة مشار ومن الأم رشيقة ونبارك لمربط الريح الرائع ونبارك للأستاذ حسن المناعي مربط الريح. ألف مبروك الميدالية البرونزية نبارك لكم جميعا تستاهلون مبروك تستاهلوا ونبارك هذا النجاح لهذه البطولة لبطولة قطر المحلية بقسميها الحادية عشر والمحلية الثامنة الخيل الجزيرة العربية الأصيلة. نبارك ونشكر اللجنة المنظمة لهذه البطولة الرائعة ونقول لكم جزاكم الله خير على هذا الاهتمام والاعتناء بالخيل العربية الأصيلة. لكم منا جميعا كل التحية والتقدير ونلقاكم بإذن الله في البطولات القادمة. لكم تحيات محدثكم عبد الله البرمكي وإلى اللقاء. إذن نشكركم على حسن المتابعة والحضور والتواجد والتفاعل ونترككم في حفظ الله ورعايته ونراكم في الموسم القادم بإذن الله تعالى. طبتم وإلى اللقاء.